كل شيء منظم بشكل مثالي. نظمت العديد من الرحلات السياحية، وكانت الفنادق رائعة، وحتى المطار أيضا كانت الناس ودودة هنا. ستبقى بحق ذكريات جيدة. المكان جميل جدا، مركز المؤتمرات والمعارض ضخم جدا بالنسبة لنا. الهندسة المعمارية الخاصة مختلفة عما لدينا في أوروبا في براغ، لذلك حقا شعور رائع أن نكون هنا. حتى التنظيم للمباريات، لكل المباريات وكل هذه الأشياء، نعتقد أنها مثالية. أولا وقبل كل شيء، أنا سعيدة للغاية لأنني فزت بالميدالية البرونزية. لعبت بشكل جيد، فقد كان التنظيم رائعا. نحب مسقط لأن المباريات كانت في موعدها والأجواء إيجابية للغاية. الناس لطفاء للغاية هنا في مسقط، ونحب كل شيء، لذلك نود أن نعود مرة أخرى. عمان مكان رائع للغاية لأنني حقيقة فزت هنا وقدمت أداء أفضل ما لدي. المرافق كانت جيدة، وحتى طاولات اللعب كانت جيدة جدا، ووسائل النقل أيضا. الشعب العماني مضياف للغاية ومرحب دائما. عمان بلد جميل للغاية. أحب مسقط، أحببت الجبال والبحر. أعتقد أنها البلاد الوحيدة التي تجمع البحر والجبال والصحراء من البلدان العربية، لذا هي جميلة وأحبها جدا، وسوف أزورها مرة أخرى. أنا سعيدة جدا بزيارة عمان. هذا البلد بلد جميل جدا في دول الخليج، لأن لديهم بحار جميلة وجبال، ولديهم صحراء في مزيج رائع. لقد أعجبني حقا. الشعب العماني جدا ودود، والتنظيم كان ناجحا. أكلت السمك الطازج وكان لذيذا للغاية. ذهبت للسوق التقليدي وأخذت العطور والبخور، وسيكون هدية من هنا للصين. شكراً.